أحبائي صباح الخير، صباح كل البركة والمراحم الإلهية. يوم جديد مجيد في محضر الرب، نلتقي فيه أولا مع الرب. وعلشان كده قبل ما نتقابل مع الرب في أوقات عبادة ووقت خاص، تعالوا نتقابل مع بعض ونصبح على بعض زي ما احنا بنعمل كل أسبوع، والناس بتمتدحنا في ده. بص اللي جنبك وابتسم له، عايزين نبدأ اليوم بابتسامة. الله يخليكم. يعني أنا عارف لسه في ناس مكشرة، يعني يا رب كل المكشرين يبتسموا. يعني أحلى حاجة نبدأ يومنا بابتسامة، لأن أنا عندي يقين إن الرب سيملأ أفواهنا إيه؟ ضحكا وألسنتنا ترنما. أوعى تقعد في بيت الرب زعلان. العبادة الحقيقية عبادة مليانة فرح، عشان هو قال اعبدوا الرب بإيه؟ بفرح. تمام؟ والفرح يبان على وشك، يبان على وجهك. القلب الفرحان يجعل الوجه ايه؟ طلق. وانت قاعد مبسوط في بيت الرب، انا عندي يقين، كل اليقين، زي ما باركنا الاسابيع الماضيه لنا بركه مضاعفه في هذا اليوم في اسم يسوع. امين امين. صباح الخير ليكم، وصباح الخير والبركه لكل الاحباء اللي بيتابعونا ويسمعونا على الشاشات المختلفه. حقيقي ممتنين للرب لهذه الخدمه اللي بتوصلنا لبيوت وأماكن وأسر وعائلات في مصر وخارج مصر، في كل مكان. احنا بنشكر رب لأجل كل التشجيعات اللي بتجينا ككنيسة من خلال رسائل إخواتنا. شكرا ليكم، أهلا وسهلا بيكم. يلا اتحدوا معنا في أوقات العبادة والصلاة والتسبيح والكلمة، وكونوا ليس فقط مشاهدين لكن مصلين ومتعبدين معنا في هذا اليوم. اللي من حضراتكم بيحضر معنا بعد الاجتماع العام، احنا بيبقى عندنا اجتماع درس كتاب، صح؟ بيبقى عندنا بعد الاجتماع العام بناخد بريك لمدة ساعة واحدة بس، بريك ناكل فيها حاجة نشرب حاجة، وبنرجع لاجتماع درس كتاب. واحنا بندرس الأيام دي من سفر ايه؟ إشعياء. الناس اللي بيحضروا معانا وصلنا إلى الأصحاح رقم 12. برافو يا أخي محسن. النهاردة بعد الاجتماع العام هندرس إشعياء وأصحاح رقم 12، والأصحاح ده وأنا بحضر له مبارح عشان أقدمه كراعي في اجتماع درس الكتاب، لأن أنا اللي بقدم اجتماع درس الكتاب. أنا شعرت باتجاه أن أنا أقرأ الأصحاح ده مع الكنيسة في بداية الاجتماع، فالناس حتى اللي مش هيحضروا درس الكتاب هيقروا معايا الأصحاح اللي هندرسه مع بعض النهاردة بعد الاجتماع العام في اجتماع درس الكتاب. إشعياء 12، أنشودة حمد. جميلة جميلة، وقف معايا كده وانت بتقراها هتستمتع بيها. يمكن الرب كده يحرك قلبك ويقولك اقعد احضر اجتماع درس الكتاب وتحضر، لأنه في درس الكتاب مش بنوعظ، احنا بنقدم أكتر تعليم من كلمة الرب مرتبط باللغة والخلفيات وكل حاجة. أنشودة حمد، تعال نقراها كلنا بصوت عالي والفريق معايا كلنا مع بعض بصوت واحد. وتقول في ذلك اليوم أحمدك يا رب، لأنه إذا غضبت علي ارتد غضبك فتعزيني. هو ذا الله خلاصي فأطمئن ولا أرتعب، لأن ياه يهوى قوتي وترنيمتي، وقد صار خلاصا فتستقون مياها. وتقولون في ذلك اليوم احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الشعوب بأفعاله. هاليلويا هاليلويا، رنموا للرب لأنه قد صنع مفتخرا، ليكن هذا معروفا في كل الأرض. صوتي واهتفي يا ساكنة صهيون، لأن قدوس إسرائيل عظيم في وسطك. أنا الدعوة والاتجاه اللي جايبيه النهاردة آخر عدد، عدد ستة، أنا جاي مليان بالكلمات دي وبقول يا رب شغلنا كده، وأخويا عماد والفريق النهاردة في اسم يسوع. قول معايا كده مرة تاني، صوتي واعملي إيه؟ واهتفي يا ساكنة صهيون، لأن قدوس إسرائيل عظيم في وسط. القدوس العظيم في وسطنا، القدوس العظيم في وسطنا، هو عظيم. قال لمريم هذه الكلمات، قال لها
عارف هو لأن القدوس المولود منك يدعى هذا يكون إيه؟ عظيماً. وانتوا فاكرين الآيات اللي أخذناها من إشعياء كمان، ويدعى اسمه عجيباً مشيراً. قول معايا، قول يلا وحلي بقك كده على الصبح، ويدعى اسمه مرة تاني عجيباً مشيراً إلهاً قديراً أباً أبدياً رئيس السلام. العظيم في وسطنا، وعلشان كده ساكنة صهيون واللي موجودين في بيت الرب مطلوب مننا نعمل إيه؟ صوتي واعملي إيه كمان؟ واهتفي. هنهتف الليلة، هنعلي صوت هتافنا، هتافنا يكسر أحزاننا، هتافنا يكسر مخاوفنا، هتافنا يكسر كل أسوار بناها إبليس حوالينا. هتافنا سيعلن نصرة وغلبة وتسبيح وانطلاقة. وعارفين زي ما قال المرنم، مش هخلي عدوي يشوفني بدون تسبيح أو بكآبة قلب أغني، كأني بدون لا ليك مسيح، ومسيحك منتصر، ومسيحك غالب، ومسيحك عظيم. حي الرب اللي في الوسط، لأن القدوس العظيم في الوسط في اسم يسوع. أحبائي، وإحنا واقفين وفي روح الصلاة دلوقتي، غمض عينك، قل له املأ املأ شفتايا بصوت الحمد والهتاف والتسبيح. يا رب الليلة نفسنا فعلا، نفسنا الليلة نعرف ازاي نهتف ونفرح ونسبح ونرنم، نطلع برا زواتنا وبرا أنفسنا، برا أحزاننا وبرا مشاكلنا، برا ضغوطنا وبرا مسؤولياتنا. وعندما يكون القدوس العظيم في الوسط استحق كل تسبيح وعبادة وسجود وإكرام. أنت هنا يا رب، أنت هنا، أنت هنا، أنت ساكن وسط تسبيحات شعبك، أنت موجود وسط كنيستك، فتستحق كل التسبيح والإكرام والسجود والعبادة. هاليلويا هاليلويا، أنت العظيم الموجود في الوسط، أنت العظيم الموجود في الوسط. أشكرك 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 لأجل أوقات من السماء هتدهلنا فيها نعرف نسبح ونرنم، نعظم ونهتف، نعلن ونخبر، ندعو باسمك ويسمع اسمك من خلال أصوات تسبيحنا وعبادتنا. هاليلويا هاليلويا، عظيم عظيم، وليس لعظمتك استقصاء. أنت عظيم، أنت عظيم، لأن قدوس إسرائيل عظيم في وسطك. عظيم يا الله، عظيم يا الله. عظيم 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 يا عظيم عظيم عظيم، نشكرك نشكرك أشكرك أشكرك. يلا اعلن، قول كده وانت واقف، قوله أنت عظيم، أنت عظيم، أنت تستحق السجود والعبادة والإكرام يا سيد. املأ قلبي ووجداني وفكري بضميرك في اسم يسوع. يلا صلي واتحد معايا لأجل أخونا عماد نوح، لأخونا عماد، ولأجل الفريق، لأجل أوقات من السماء، تسبيحات السماء في اسم يسوع دلوقتي. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. عظيم يا الله، مين يعلن؟ مين هيعلن ويقول معنا في بداية اجتماعنا؟ مين يعلن ويعلن الأمر ده؟ يلا شاور عليه شاور عليه شاور عليه وانت واقف دلوقتي، العينين تبصرك وتراك في هذا اليوم، وستبصر تدرك 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 إدراك جديد. كم أنت عظيم، أنت مالك القلوب، مستحق للسجود،
السماء أفرح أفرح يلبس إبليس لبس النواح عيشوا فرح السماء أفرح أفرح فرح السماء يرسم ابتسامة، عايز يرسم ابتسامة على وجهنا. في العهد القديم بيقول وصية أو بيقول تصريح لكل مؤمن إنه ما يكونش إلا فرحا، ولكننا نجد الكلام ده مرات كتير قوي صعب قوي في المواجهة مع محكات الحياة، لما مرات كتير قوي بنحس إن ظروفنا هي مصدر سعادتنا، زي ما الشعب في القديم قالوا كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة. لما يبقى الظروف هي مصدر الفرح يبقى صعب قوي كلمة ربنا أنك تقول لي افرح. افرح ازاي؟ خليه يغير الظروف أنا اتغير. لكن الجميل قوي أن الروح القدس بيدينا فرح حتى لو الظروف
ما تغيرش. فبقى مصدر الفرح بتاعي هو شركة روح قدس، البركة اللي بتبارك بيها شركة وعطية روح قدس ثماره فيا هي هي الفرح. فالقلب هو انعكاس لما، الوجه هو انعكاس لما في القلب. فمن فضلة القلب يتكلم اللسان. لغة كل إنسان ووجه كل إنسان بيأتي منين؟ بيأتي من قلبه، من قلبه. أنا نفسي أقرأ معاكم شاهد كده وأشعر إن الكلمات دي أرميا بيكتبها في مراثي أرميا 3. ما أعرفش وأنا بقرأ الكلام ده الصبح حسيت إنه أرميا مبتسم وهو بيقرأ الكلام ده. حسيت هو وهو الرب الروح القدس بيديله الكلام ده في وقت الشعب كله فيه متألم محتار، مش عارف ليه هو في السبي وامتى هيخرج من الحبس اللي فيه وليه سر التأديب ده متلخبط جامد جدا، لأن دايما كانت ظروفه هي سبب سعادته. فأرميا هنا بيكتب وهو مبتسما لأن في قلبه كلام مخليه مبتسم. بيقول في أرميا 3:20 بيقول: ذكرا تذكر نفسي وتنحني من الظروف الكتيرة قوي، لكن جوه قلبي إيه بقى؟ أردد هذا في قلبي من أجل ذلك أرجو. كلمة أردد دي معناها كورس، كورس يعني القرار. في الترنيمة دايما أكتر حاجة بتتكرر إيه؟ القرار. فبيقول أكتر حاجة بكررها في قلبي اللي جاي ده، عشان كده أنا مليان بالرجاء. أنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك. نصيبي هو الرب، قالت نفسي من أجل ذلك أرجو. طيب هو الرجل الرب للذين يترجونه، للنفس التي تطلبه. جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع بسقوط خلاص الرب. بيقول هو مليء بالفرح في وسط عالم مليء بالظروف الصعبة اللي لو ذكرتها إيه نفسك تنحني، لكن بيقول في حاجة بسرعة تسندني بالرجاء، هو إيه؟ إن قلبي من جوه بيغني أغنية بيقول: شكرا يا رب من أجل مراحمك. فأنا بشهد عن إحساناتك في القديم، وفي كل يوم الصبح بقابله بإيه؟ أشكرك لأن إحساناتك إيه جديدة ومراحمك جديدة كل صباح. وبالنسبة لبكرة كمان أنا عارف كويس إن نصيبي هو الرب، هكذا قالت نفسي من أجل ذلك أرجو. يقصد يقول إيه؟ قلبي مليني بالرجاء بسبب لغة لساني وبسبب ما أقوله في قلبي. فأنا نفسي دقيقة كده أقول: يا رب أحمدك، يا رب أشكرك من أجل نعمة الحياة، من أجل نسمة الحياة اللي وضعتها في النهاردة. شكرا من أجل الحنان اللي بتستقبله بينا، أنك ما زلت في هذا اليوم أيضا تقول تصنع خير مع كل واحد فينا مش شايف أنه بقى فيها خير، لكن ما زلت أنت يا رب وإلى الأبد مصدر الخير ومصدر الرحمة التي لا تنتهي. خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. أستطيع أن أشهد أن خير ومراحم الرب ما زالت تسير معي لحد إمتى؟ لحد كل أيام حياتي. أنت بتشفي المرض المزمن وتشجع إيمان المؤمن، والجاي في إيدك متأمن مالينا إيمان. وانت بتشفي المرض المزمن وتشجع إيمان المؤمن، والجاي في إيدك متأمن مالينا إيمان. يا حنان يا حنان، يلي بتشرق يا حنان يلي بأمطارك
افتح كل باب مغلق. امشي في المرض المزمن وتشجع ايمان المؤمن والجاي فينا بتأمن مالينا ايمان. ابواب مقفوله ابواب كانوا بيحاولوا ايه يلمسوه، كانوا الجموع يقعون عليه، يعني بيحاولوا كل واحد بيحاول يعمل ايه، بيحاول ان يلمسه ويرمي نفسه، والجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. مش اي لمس على فكره، ان هو كان بيبقى عارف ان قوه بتخرج منه لمين، للي عايزه بجد. في ناس عايزه تلمسه، في ناس عايزه تعرف، في ناس موجوده وسط الجموع، موجوده وسط الزحمه، حلو قوي محضر ربنا، لكن في ناس عايزين هو بصوره شخصيه، فمش بس عايزين يسمعوا عنه ولا يديهم أشياء، لا عايزين يتلامسوا معاه. كانت شهادة يوحنا الذي لمسته أيدينا، هو بيشهد هنا عن نسوت المسيح وظهوره في الجسد، رأينا مجده مجدا. هو ما جاش بس عشان يعلمنا ويصنع آيات ويكرز ببشارة الملكوت، لكن جه عشان يعمل إيه؟ عشان يلمس، عشان يلمس، يلمس الاحتياج، يقرب منك وتلامس معاك. عشان كده سكب الروح القدس، عشان يبقى ايه؟ عشان يبقى شريك رحله، يبقى متلامس معانا، مش بس المسيح يبقى بالنسبه لنا هو وعظ وترنيمات، لكن يبقى بالنسبه لنا حياه بنعيشها، شركه حيه مع الروح القدس كل الوقت. بيعمل ايه؟ بيتلامس معانا ويظهر لينا الله. فتعالوا كلنا مع بعض نقول له شكرا ليك يا رب من اجل هذا الحضور الالهي اللي بقى ساكن فينا، لكل المؤمنين باسمه سكب الروح القدس عليهم عشان يبقى هو شريك رحلة كل الوقت. أنا بصلي إن الرب يتلامس معاك ومع احتياجك النهاردة، ونضع فيك الإيمان الكافي اللي تقول فيه لو لمست ولو حتى هد بسوبه. في هذا الصباح لو تحب ترفع إيدك معايا صلي، يا رب أنا عايز أتلامس معاك النهاردة، أنا مش جاي بس بلست الطلبات ولا بطلبة كتبتها في ورقة وحطيتها هنا، شكرا لأنك سمعتها من قبل ما أجيبها، من قبل ما أجيبها واكتبها في الورقة أنت سمعها وعارفها. أما اشتياقي واحتياجي الأساسي هو
هو ليك انت يا رب، ليك انت. لا هتسيبني ولا هسيبك، وده عهدي ابدي. لا هتسيبني ولا هسيبك، وده عهدي ابدي. دمك Thank you.
ساكن فيا وساكن فيا، انسى مكاني وانسى زماني وانسى الكل وافكر فيه. اسمع صوته يملى كياني، ده اللحن اللي انا عايش بيه. يملى كياننا النهارده. افتح عينينا اكتر عليك على بهاء مجد الله. اشغل قلوبنا النهارده بيك، فنسلم، نسلم الكل، نسلم الكل ليك. انا نفسي ارنم كلمات ترنيمه اقول يا رب احنا بنسلمك كل شيء. الشعب بعد ما اخذ وامتلك والرب حقق موعده ليه، للاسف يعني عاش اصعب اوقات من الانتكاسه والالم. كانت اصعب فتره في حياه الشعب هي فتره سفر القضاء. الكتاب بيقول في تلك الايام لم يكن هناك ملكا في اسرائيل. هي دي الحقيقه فعلا. هو الرب كان ساعتها ساب مكانته، يهوى كان ساب منصبه كملك وسيد؟ لا، هم لم يختاروه. بعد ما اخذوا وامتلكوا اخذوا خيره وعبدوا غيره زي ما بيقولوا. اخذوا في ايديهم ما شغلهم عنه، اخذوا ما ملأ اعينهم وابتدوا ينشغلوا بما لانفسهم، ابتدوا ينشغلوا بما لحياتهم. الكتاب المقدس بيقول ان هذه الفتره كانت اكثر الفترات الما وضررا في حياه الشعب. كان كل واحد يفعل ما يحسن في عينيه. اللي بيظبط دايما اتجاهات قلوبنا هو احنا عنينا على ايه. ممكن تبقى محتار وممكن تبقى مش عندك اي حكمه في هذه الايام، لكن ما تنزلش عينك من على ربنا. بيقول داود: انا قلت في حيراتي انني قد نسيت من امامك، قد قطعت من قدام وجهك. زي مرات كتير او بحس ايه ده، هو ربنا مش شايف، ربنا مش واخد باله من اللي بيحصل معايا. لكن بص كده القلب يهوشافاط وهو بيحكي لحاله قصاد ربنا: ليست لنا قوه ولسنا نعلم ماذا نفعل. ايه رايكم في الوضع ده؟ وضع مؤلم، ما عنديش اي قوه ولا عندي اي عظيمه جوايا ان انا اكمل تاني في السكه ديت، وما عنديش كمان اي حكمه. لكن مش هنزل عيني من عليك، لكن نحوك اعيننا. انا بصلي النهارده ان تفضل عينك متثبته على الرب ده اللي وصانا بيه كاتب العبرانيين: ناظرين ومكمل الرب يسوع. ممكن تصلي معايا كده: يا رب كمل كل ضعف، كل نقص في الايمان. لما عينيا بتقع على الامواج انا بغرق، لما بشوف قد ايه صعوبه الحياه وارتفاع امواجها بغرق. طول ما عينيا كانت متثبته عليك انا كنت ماشي فوق الموج. وانا بصلي النهارده لكل واحد عينيه اتملت من الواقع المرير اللي حواليه وبيكتر مرارته والمه، واقع في بئر الشفقه على النفس، انا بصلي تاني ان عينيه تترفع ليك لمعونتي من عند الرب صانع السماء والارض. رافع ايدي بسلم ليك، بسلم الكل ليك يا رب. انا دفت عمري هي ملك ايديك، هي ملك ايديك، لان منه وبه، وخلينا نقر هذا الاقرار، وله كل شيء، انا وكل شيء في حياتي. رافع ايدي بسلم ليك، دفت عمري ملك ايديك. رافع ايدي بسلم ليك، دفت عمري ملك ايديك. قالوا كتير بين الخير، قالوا كتير بين الخير، وانت الخير وانا I'm
قبل ما كلنا ترنيمة نصلي بيها مع أخونا عماد، بشكر رب لأجلك أخ عماد، واستخدمك الرب في كل مكان. يمكن الناس اللي يمكن أول مرة تكون معانا أو أول مرة تسمعنا وتقعد قدام الشاشة، واحدة من الحاجات اللي رب ادهنا وقال لنا اعملوها، مش بنعملها فقرة، إننا نصلي للناس. فوجئت كده على السوشيال ميديا واحد بيستخف بالصلاة دي، يعني لك إيه اللي بيعملوه ده؟ بس ما تزعلوش قوي يعني، ها جيبوا صندوق حطوا 1000 فيت الباط وورق، وقال لك ده الجماعة دول بيعملوا زي اللي بيعملوه الجماعة التانيين اللي بيروحوا ويرموا وده خادم قلبي اتكسر، قلت يا خسارة. خسارة لما خدام الرب ما يحسوش بمسؤولية الصلاة لأجل شعب الرب. بس أنا أحبط لحد ما كنت في اسكندرية أول امبارح، كان عندي مؤتمر، وبعدين جات لي واحدة من المؤتمر قالت لي يا سيس هاني أنت أول مرة تشوفني، قلت لها آه. قالت لي جوزي تعرض لمشكلة كبيرة لمدة 6 شهور في الشغل، اتفرمنا يعني، وعارف اتفرمنا وانسحقنا، لكن كان اللي بيشجعنا وبيسندنا هي الربع ساعة الصلاة اللي كنيسة الأزبكية بتصلي فيها. قال لي واجي أنا وجوزي قدام التلفزيون وقف وقال له احنا موجوعين بس اسمع لصلاة الرجل اللي بيصلي ده، احنا ضعفاء بس انت تقدر تقوينا من خلال صلاة الكنيسة دي. وقالت لي 6 شهور صدقني اذا كنا قدرنا نكمل فده بفضل صلوات الكنيسة. وقول للكنيسة كده يا أسيس، قول للأزبكية. وعلشان كده لما بدينا الوقت ده انا سألت الرب انت عايزنا نعمل ايه؟ نرنم بس ونوعظ؟ قال لا، انا عايز الكنيسة تعمل ايه وانا هسمع. طبعا في ناس قاعدة يمكن تكون مصدقاني، وفي ناس قاعدة بتقول لك السيس بيهرتل وخلاص، مسكين اللي ما يفهمش قوة الصلاة، مسكين اللي ما يعرفش قوة الصلاة. المكان ده بقى بالشكل ده مش بشطارة قسيس ولا حكمة مجلس كنيسة، لا، المكان ده بقى كده عشان الكنيسة عملت ايه؟ صلت. ولما الكنيسة تصلي انتوا مش متخيلين الصلاة تعمل ايه. انا هقول بس حاجات سريعة لمجد الرب عشان اخواتنا اللي بيسمعونا. كلمني من السويد وقال قول اسمي، اسمه منصور، هو سوري مش مصري، قال لي بنت اختي امتنعت عن الكلام تماما رغم انها مولودة بتتكلم ولا عارفين ليه، رحنا الاطباء نفسيين ليه منعت الكلام مش عارفين، رحنا الاساتذة مخ واعصاب مش عارفين، المهم ان البنوتة عملت ايه 10 سنين سنها يعني بطلت كلام، لحد ما في مرة اتخبطنا فيك كده على الشاشة وفي كنيستك الحلوة دي. ودايما انا بقول الكنيسة مش اللي، وقعدنا نصرخ معاكم من السويد وقلنا له الكنيسة اللي بتصلي دي احنا بنتحد ودي طلبتنا قدامك. امبارح اول امبارح بس كلمنا على الفايبر، قال لي أسيس أرجوك أنا عارفك ما بتقولش بس من فضلك قول للكنيسة البنت بدت تتكلم والرب عمل إيه؟ سمع يا شعب الرب، سمع. أديني بقول بالأسماء والأماكن، بقول بالأسماء والأماكن عشان الكنيسة تصدق إن الصلاة ليها إيه؟ هو أخونا بعت لي دلوقتي حالاً من شوية قال لي أخت عندها مشكلة في شغلها وبس بتثق في الأزبكية، بس اختام الرسالة بتاعته قال لي واختبرت الرب قبل ذلك من خلال صلواتكم وصلاة الكنيسة واستجابة الرب لطلبات سابقة. فهي جربت. عارفين مين اللي بيصلي؟ اللي إيه؟ اللي داء يعني صلاة. عارفين داود قال مين اللي بيتكل على الرب يا أخواجيه؟ قال ويتكل عليك. لكن اللي ما داش قوة الصلاة ولا يقف يطلع أصلي كلمتين،
لكن اللي ده الصلاة. وأنا قلت وهقول، وأنا قلت يوم الصلاة في معاً، وقف الدينة ترنم مراتي دي، وقف الدينة قدامكم ترنم، وقفتها واستمرارها في الحياة وإنها ما ماتتش، ده كان بسبب استجابة صلاة. 10 أيام في غيبوبة في تسمم حمل وقالوا لنا خلاص، بس أنا قلت الرب هو قالوا خلاص، بس الرب قال إيه؟ لا لا لا، دي كانت استجابة صلاة. يا كل مريض بتسمعني، وأنا حط عيني في عينين الشاشة، اوعى تستكبر مرضك على الرب، اوعى تحس إن الرب أضعف من مرضك. يا كل مقيد، اوعى تحس إن قيدك أعظم من الرب. يا كل صاحب مشكلة، اوعى تفكر مشكلتك أكبر من الرب. يا كل صاحب احتياج، اوعى تفكر احتياجك أكتر من الرب. يا كل صاحب تحدي، يا جماعة سيبقى الرب أعظم وأقوى من كل مشاكلنا ومن كل تحدياتنا. وعلشان كده أنا بتسبيني الكلمات اللي هنقولها في الصلاة دي، هنقول له أنت أقوى. أنت إيه يا شيخ رزق؟ أعظم. بس الكلمة الثالثة أنت إيه؟ أنت حي، أنت موجود، أنت مش ميت. ولما راحوا عشان يزوروا الميت قال له ميت إيه؟ لماذا تطلبنا الحي بين الإيه؟ الأموات؟ ليس هو ها هنا، لكنه قام، يسوع قام. وعشان كده أنا بيسبيني إخواتنا المسلمين، مسلمين لما بيقولوا لنا كده والمسيح الإيه؟ الحي. حاجة بتفرحني قوي إن مسيحنا مسيح حي. أيوة حي، أنت حي، أنت تقدر. في نفس التوقيت ده كنيستنا المشيخية عاملين احتفال صلاة في الإسماعيلية، والكنيسة في الإسماعيلية بتعمل إيه؟ والكنيسة هنا بتصلي، والكنيسة في الضبارة بتصلي. والأيام دي اسمعني بقى بتركيز، هقول بهدوء، الأيام دي محتاجة إيه؟ مصر أخي عادل محتاجة صلاة ولا مش محتاجة؟ مصر محتاجة صلاة، والرئيس محتاج صلاة، والقيادات محتاجة صلاة. اسمعوني صدقوني، ده أكتر وقت الكنيسة محتاجة صلاة. وإحنا ما عندناش حاجة نقدمها لمصر. قالوا لي اعمل معرض أدوات مدرسية ووزع على الناس كتب وكشاكيل، الدنيا ولعت. قلت حاضر، نعين نعمل، شوف لك هيئة ولا واحد غني يجيب لك شوية ملابس، الناس بقت يعني على آخرها. حاضر، بس قبل ما أعمل ده وده، عارفين احنا هنعمل ايه لمصر؟ نصلي لمصر، نصلي وهنقول له مصر محتاجة لك. ولما الكنيسة صلت فاكرين الرب عمل ايه؟ يو يو يو، لما الكنيسة تصلي يتزعزع المكان. عارف ليه يتزعزع؟ لأن إلهنا الرب ايه؟ قادر. عايزك تقف بالإيمان اللي أنا قلته ده، وهنصلي في الدقايق اللي باقيه لنا عشان نبقى ملتزمين بوقتنا. كل الكنيسة زي ما احنا متعودين بتقف، كل الكنيسة بتقف، واحنا كلنا بنقف. لو انت مش مصدق في قوة صلاتك اقعد، خلاص مش محتاجين وقفتك. لكن لو انت مصدق ان صلاتك تغير المشهد، غمض عينك دلوقتي، غمض عينيك من فضلك، ما تنشغلش بولا اي حاجة حواليك، ولا اي حاجة حواليك. يا روح الله، هاليلويا هاليلويا، لحظات من السكيب الإلهي الآن يا رب، صلوات مقتدرة تضعها في أفواهنا وشفاهنا لشخصك ولجلالك. عارفين وإحنا واقفين وعنينا للسماء دلوقتي، وإحنا واقفين وعنينا للسماء دلوقتي، وإحنا رفعين قلوبنا وعنينا للسماء دلوقتي، وإنتوا رفعين إيديكوا على طلبات الصلاة دي، على الصندوق اللي قدامنا ده. ارفع إيدك ناحية كل طلبات الصلاة دي، ارفع إيدك ناحيتها وقول له أنت تقدر تستجيب. الأخت اللي طالبة حل لمشكلة شغلها، الأخت اللي بعتالي وقالت لي عصام ناتي فشل كلوي في الكليتين وعصام بيثق في صلاة الكنيسة، الناس اللي مضغوطة ماديا ونفسيا، زور يا رب، زور يا رب، زور الأيام دي بيوت المصريين، زور بيوت المصريين. مصر بتئن يا رب، مصر بتئن يا رب، ما فيش غيرك مخلص،
وما فيش غيرك يخلص وما فيش غيرك يقول. لحظات الآن افتح السماء واسمع للكنيسة يا رب، اسمع صرخات ولادك وكنيستك، اسمع صرخات ولادك وكنيستك. احنا بنبكي على بلادنا وبنبكي على ظروفنا. يا رب قول كلمتك في اسم يسوع، لأنك أنت حي وأنت تقدر، أنت تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. يا رب اللي قدام الشاشات بيسمعونا، يا رب كل حد واقف قدام الشاشات دلوقتي، كل حد وضع ثقته فيك يا رب، اسمع للوافين قدام التلفزيونات، اسمع للوافين قدام الشاشات، اسمع للوافين ورافعين إيديهم دلوقتي وعندهم ثقة ويقين فيك. اسمع يا رحيم القلب، اسمع في اسم يسوع. أنا عايزة أقول الإعلان ده، الإعلان ده، وإحنا بنقول الإعلان ده، أنت حي وأنت تقدر، أنت صخرة وأنت ملجأ، أنت فوق 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 حد. تعالوا نقول عددين من الترنيمة، أنت مش للذكريات أو لمجد راح وفات، أنت حي في وسطنا، أنت مجد في وسطنا، سور حماية من الهلاك. تعالوا نقول العدد الأخير واحنا بنقول انت مش بعيد هناك او لوحدك في سماك، انت مجد، انت مجد في وسط الكنيسه يا سيد. هاليلويا هاليلويا، لان القدوس، لان القدوس الذي في وسطك عظيم يا اسرائيل، عظيم عظيم. يلا نصليها مع بعض. انت يلا شاور عليه، شاور عليه، حسنا. طب وانت هتعمل ايه؟ سامحنا لان احنا قلنا طب وهو هيعمل ايه؟ لا انت تقدر تعمل كتير يا رب، تقدر تعمل كتير يا رب، تقدر تعمل كتير، انت تفعل اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. انت يسوع القدير، انت يسوع العظيم، انت الذي ليس لعظمتك استقصاء، أنت تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر، لأنه من ذا الذي يقول والرب لم يأمر. أنت ضابط الكل، أنت ضابط السماء والأرض، أنت صانع الآيات والعجائب والمعجزات. يا رب كل سؤال قلب في الصندوق ده، كل طلبة حتى لو ما قلناهاش، زور الناس يا رب، ليس لمجد أسماءنا ولا لمجد كنيستنا هنا،
لكن لمجدك ولاستعلان مجدك. فاصنع مع إخوتي آية للخير يا رب، واصنع مع إخوتي آية للعظمة يا رب، واصنع لنفسك اسم مجد يا رب، اسم مجد يا رب، اصنع لنا اسم مجد يا رب، انت تتمجد. انا بشكرك لاجل اخواتي في كنيسة الأزبكية، اشكرك لاجل الكنيسة واقفة تصلي لك، اشكرك لاجل الكنيسة واعية وعارفة أهمية الصلاة، اشكرك لاجل الكنيسة فاهمة يعني قوة الصلاة، اشكرك لاجل مؤمنين حلوين مدركين انت تقدر تعمل ايه. هاليلويا 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 هاليلويا. يلا نفرح، يلا نفرح يا شعب الرب، يلا نفرح بالكلمات دي يا شعب الرب، يلا اعلن اعلن يلا هتروح نويم. هاليلويا هاليلويا اعلن اعلن مين بالشر هاليلويا. يسوع هنا، يسوع هنا، واحنا فرحانين بشخص الرب اللي موجود في الوسط، لكن فرحانين كمان بحضور رئيس سنود السنيل الانجيلي القسيس الدكتور راضي عطلة. دكتور القسيس راضي عطلة للي حضراتكم ما يعرفوش هو راعي كنيستنا الانجيليه في العطارين في الاسكندريه، فهو جاينا من مشوار طويل. حضرة القسيس راضي هذا العام هو رئيس سنودس النيل الإنجيلي، مكتبه ورانا كده على طول، يعني لو عدينا من الباب ده هنلاقي مكتب القسيس راضي. يعني رئيس السنودس هو رئيس المجلس الأعلى للكنيسة المشيخية في مصر هذا العام. نشكر رب لأجله، هو شخص متميز جدا، الرب حباه بمواهب وحاجة جميلة، ولما بنروح كنيسة العطارين بنشوف قدي الرب استخدمه في نقلة روحية وإدارية، حاجة عظمة حقيقي. القسيس الدكتور راضي واحد من قيادات الكنيسة المتميزين، وأنا في حقيقي مش مجاملة ولا تملق، يعني انتوا عارفين احنا ما عندناش رتب، ها لحسن يعني ما عندناش
ما عندي يعني احنا بنحترم قيادتنا، بس قيادتنا لا بيدونا علاوات ولا بيدونا يعني ايه يعني. فلما بنقول كلمه على المنبر احنا فعلا صادقين فيها. فالاسيس راضي شخص متميز، انا بقول ليه كده لان هو اول مره يكون معانا على الاقل في وجودي انا. الثمان سنين اللي انا موجود في الازبكيه انا اول مره ادعي حضره الاسيس، لكن قد جاء الوقت ان يكون معانا. بشكر رب لاجله. كلنا نود اننا نفتتح المشروع اللي تحت في حضوره، بس كعاده اي مشروعات في بلادنا والمهندسين، والشيخ باسم مخنوخ هو موجود، الحمد لله على سلامتك من المانيا يا شيخ باسم، نورت كنيستك حبيبي. باش مهندس باسم يعرف انه مرات المهندسين بيبقى مش في ايديهم، فهم كانوا وعدنا يسلمونا المشروع. للمشروع احنا بنعمل مشروع قاعه مناسبات وكافيتيريا وحمامات جديده للكنيسه، وكمان مكتب للمشوره في الجزء اللي تحت. احنا كان مفروض نفتتح المشروع ده النهارده، بس يعني باقي فيه بعض الحاجات اللي ما خلصتش، على وعد ان الاسيس راضي يكون معانا مره تاني ونفتتح المشروع في حضورك كرئيس سينودس وسطينا ومعانا يا اسيس راضي. طبعا طالما اتكلمت عن المشروع يبقى احنا كده محتاجين ايه؟ ولا بيبو بالاشاره ايه؟ ايوه ربنا بعت الكتير، باقي لنا بس الايه؟ القليل، والقليل هيخلص المشروع، وقريبا هنفتتح بنعمه الرب مكان يليق بحضراتكم. اخويا عماد قال لي حاجه الصبح، قال لي الكافيتيريا دي هتبقى حاجه حلوه قوي، واجهزه تكييف وشاشات وحاجه جميله، ما تحط مكتبه فيها كتب، والشخص اللي قاعد في الكافيتيريا بدل ما يقعد يعني ياكل بس يعمل ايه؟ قلت له صدقني فكره ممتازه، فهنحط لكم كتب، تيجي الكافيتيريا تشرب وتاكل وتعمل ايه؟ تقرا لك كتاب وانت قاعد، وهنحط لكم كتيبات صغيره كده حلوه، انا اثق انها تكون سبب بركه ليكم. امين امين. حضره الاسيس اتفضل، والرب يستخدمك وسطينا ومعانا. خلونا نحيي الرب اللي فيه، نعظم الرب اللي فيه. صباح الخير، انا في غايه السعاده ان اكون موجود مع حضراتكم في الاجتماع الجميل المميز وفي كنيستنا العريقة كنيسة الأزبكية. وعايز أقول لكم يعني من خلال الخدمة والصلاة، الخدمة بتاعت يوم الجمعة دي، في ذهني بس تعبير قال الرسول بولس لكنيسة تسالونيكي: من قبلكم قد أذيعت كلمة الله. فأمر جميل جدا أن احنا نذيع كلمة الله وننشر رسالة الخلاص. إذا الرب شرفني كرئيس سينودس، أنا بعتبر الرب شرفني أكون خادم خدام الرب. فيعني هي مش فكرة الرئاسة، وأرجو أن يكون المكتبي هنا ما كانش بسبب إزعاج يعني، لكن تحت أمركم طبعا في أي خدمة من السينودس يعني. وأنا بخدم خدام الرب عبر الجمهورية، شرفني الرب بالامتياز ده أن أنا أحاول أخسر رجلين الخدام اللي بيتعبوا من أجل خدمة الرب. وده المفهوم بتاع الخدمة، إنه أعظم شرف إن إحنا نقوم بالعمل اللي قام به شخص الرب يسوع المسيح، إنه انحنى وغسل رجلين الخدام اللي بيخدموا. ودي مفهوم السلطة إنجاز التعبير، ومفهوم الرئاسة، أو إذا عايزين تستعملوا أي تعبير، نخدم العايز من أراد أن يكون بالضبط ينحني ويغسل أقدام الآخرين. أنا سعيد النهاردة أكون موجود مع حضراتكم، وسعيد طبعاً أنه أحضر الاجتماع الجميل، وكان نفسي نكمل ترانيم وإحنا بنرنم وبنتكلم على حاجة تطمننا فعلاً، حاجة تطمن أنه مصيرنا مش في إيد إنسان، مصيرنا في إيد رب الأكوان، ملك الملوك ورب الأرباب. دي حاجة تطمن، صح؟ حاجة تطمن؟ بالتأكيد حاجة تطمن. وعشان كده النهاردة أنا عايز أتكلم معاكم عن أخبار مطمئنة. طبعاً أكيد ذهنكم بيروح لبعض الحاجات، بما أنه بنتكلم عن الأخبار المطمئنة يبقى هنعمل إيه؟ مش المدارس مش هتأجل ولا حاجة يعني، ولا الأسعار هتنزل، أما ليه اللي يطمن؟ نعم، الإخوة اللي شغالين في التجارة ولا الدولار هينزل
ماشي. ايه اللي يطمن؟ اللي يطمن هو وعده، هو شخصه. لسه كنا بنرنم ترنيمه، في كتير بيقولوا فين الخير؟ فين الخير؟ وانت الخير وانا عايش فيه. ايوه، كثيرون ياكلون من يرينا خيرا. وبعدين يصلي بعدها يقول ارفع علينا نور وجهك يا رب. ليه؟ لان لما ينور نشوف. طب ولما ما فيش نور؟ كل الناس بتسال فين الخير، فين الايام اللي فيها الخير، من يرينا خيرا. لكن لما الرب يرفع نور وجهه ونشوف، نقول مع المرنم مزمور 23، انما خير يتبعانني. يعني مين اللي بيدور على مين في مزمور 4؟ الناس بتدور على الخير. مزمور 23 الخير هو بيدور عليك. انما خير ورحمه يتبعانني كم يوم؟ بس اعتقد يمكن اليومين دول الدنيا صعبه شويه، صح؟ انما خير ورحمه يعملوا ايه؟ يتبعانني كل ايام حياتي، كل ايام حياتي. ايوه، انت الخير وانا عايش فيه. اخبار مطمئنه اللي هشارككم بيها النهارده من جزء غالي جدا على قلبي من رساله روميا اصحاح 8. ممكن نطلع مع بعض رساله روميا اصحاح 8. رساله روميا اصحاح 8 واحنا بنسمع كلمه ربنا من عدد 18. فاني احسب ان الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا، لان انتظار الخليقه يتوقع استعلان ابناء الله. اذ اخضعت الخليقه للبطل، ليس طوعا بل من اجل الذي اخضعها على الرجاء، لان الخليقه نفسها ايضا ستعتق من عبوديه الفساد الى حريه مجد اولاد الله. فاننا نعلم ان كل الخليقه تئن وتتمخض معا الى الان، وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا بكوره الروح، نحن انفسنا ايضا نئن في انفسنا متوقعين التبني فداء اجسادنا، لاننا بالرجاء خلصنا. لكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لان ما ينظره احد كيف يرجوه ايضا. ولكن ان كنا نرجو ما لسنا ننظره، فاننا نتوقعه بالصبر. وكذلك الروح ايضا يعين ضعفاتنا، لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بانات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لانه بحسب مشيئه الله يشفع في القديسين. ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. لان الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صوره ابنه، ليكون هو بكرا بين اخوه كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم ايضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم ايضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم ايضا. فماذا نقول لهذا؟ ان كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات، بل بالحري قام ايضا، الذي هو ايضا عن يمين الله، الذي ايضا يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبه المسيح؟ اشده ام ضيق ام اضطهاد، ام جوع ام عري ام خطر ام سيف؟ كما هو مكتوب، اننا من اجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. فاني متيقن انه لا موت ولا حياه ولا ملائكه ولا رؤساء ولا قوات ولا امور حاضره ولا مستقبله ولا علو ولا عمق ولا خليقه اخرى تقدر ان تفصلنا عن محبه الله التي في المسيح يسوع ربنا. نباركك نعظمك لاجل كلمتك الحيه.
مكتوب أرسل كلمته فشفاه. ارسل كلمة من عندك متكلم وسامعين تشفي أعماقنا في اسم المسيح. أمين. زي ما قلت لحضراتكم الأخبار المطمئنة ما تجيش غير من كلمة الله. عايز تطمن، عايز ترتاح قلبك، أيوة أنت بتصلي وتسمعه صوتك، لكن كمان تقرأ كلمته علشان تسمع صوته، تسمع صوته، صوته المطمن. والله نفسه ما عندوش غير الأخبار المطمئنة، لأنه الرب صالح. في تعبير كده بيقولوه برا، God is good إيه؟ all the time، all the time God is good. الله صالح قد إيه؟ كل الوقت، كل الوقت ربنا صالح. رب صالح، رحيم، رؤوف، طويل الروح، كثير الرحمة. إلهنا الصالح ده ما عندوش غير الأخبار الطيبة، ما عندوش غير كل حاجة، يعني نقدر نقول عليها كده تطيب قلوبنا، كل حاجة معزية. وعشان كده لما أتكلم مع حضراتكم في العالم النهاردة اللي عايشين فيه، عالم مضطرب، العالم بيقول عنه كبحر مضطرب لا يهدأ، لا سلام قال الله للأشرار. العالم زي بالضبط اللي شفتوه في الفيضانات والبحر المضطرب اللي فيه دايما باستمرار ضجيج وأمور مزعجة جدا. واللي بيتابع نشرات الأخبار يقدر يشوف إنه كل يوم، كل يوم حاجات مزعجة. السوشيال ميديا غالبا دلوقتي بقت زي صفحة الوفيات في الأهرام زمان كانوا بيتابعوها. الأخبار المزعجة بتحوطانا من كل ناحية، لكن الحاجة اللي بتطمن هنا الأخبار المطمئنة مبنية على الحق الكتابي، على كلمة الله. وفي رومية 8 الحقيقة الحق المطمئن ده بيطمننا مش بس على الحاضر، لكن بيطمننا على المستقبل. حاضرنا ومستقبلنا في إيد الرب. مين بيقول كده؟ أو إيه اللي بيقول كده؟ في عدد 33 و34 و35 من رومية 8. ثلاث أسئلة موجودين أنا مش هتكلم فيهم كلهم، أنا هتكلم عن سؤال واحد بس عشان الوقت. لكن في ثلاث أسئلة بيبتدوا بأداة استفهام كده. من؟ أول سؤال بيقول إيه؟ أيوة، في عدد 33، من سيشتكي على مختاري الله؟ عدد 34، من هو الذي يدين؟ عدد 35، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ الأسئلة دي نفسها اللي بتبدأ بالسؤال من سيشتكي، من يدين، من يفصلنا، بتتكلم وكأننا جوه محكمة، جوه محاكمة. المحاكمة دي بيقول من الذي يدين، مين اللي هيحكم، مين اللي هيصدر الحكم. من الذي يدين؟ المسيح الذي مات بل بالحري قام. طب فين المتهم؟ مين المتهم؟ مختاري الله، صح؟ مختاري الله متهمين، من سيشتكي على مختار الله؟ دول المدعى عليهم. طب مين اللي بيشتكي بقى؟ إبليس. حتى وإن كان في ناس، لكن إبليس بيسميه كده الكتاب المقدس المشتكي على إخوتنا نهارا وليلا. هو المدعي، هو اللي بيشتكي، هو اللي راح زمان ويقول هل مجانا يتقي أيوب الله. هو اللي بيشتكي، هو دايما اللي دايما عنده اتهامات بهيل التراب، هو دايما اللي يعني قتال وكذاب وبيستخدم البشر كأدوات. طب وإيه القضية الكبيرة بقى اللي بيشتكي بخصوصها إبليس؟ أكبر قضية مش الأسعار ولا القصة دي كلها، أكبر قضية هي قضية خطايانا، قضية كبيرة جدا. اللي يطمن على أبديته ما يهموش اللي بيحصل، اللي يطمن على غفران خطاياه ويضمن أبديته اللي يحصل يحصل، صح؟ بحياة بموت ليتمجد المسيح. اللي يطمن من ناحية المستقبل، المستقبل مضمون. طب إيه المشكلة؟ الحاضر الدنيا فيه مشاكل، نتحمل، نعدي. عشان كده في الجزء الموجود هنا بيقدم لينا ازاي ضمان المستقبل وضمان الحاضر كمان من خلال الأسئلة الموجودة دي.
من خلال حل المشكلة اللي بسميها مشكلة المشاكل هنا، مشكلة الخطية وعقابها. فالنص الموجود ده بيقدم لنا مقدار من الطمأنينة غير عادي بشكل كبير جدا جدا. الأعداد دي تحتوي حق كتابي واضح جدا عن اللي في قلب ربنا ناحيتنا. من سيشتكي على مختار يا الله؟ من الذي يدين؟ من يفصلنا عن محبة المسيح؟ في عدد 34 وهو بيتكلم عن الحقائق دي بيذكر لنا حق كتابي بسيط جدا، لكنه في بساطته مش عايز أقول لكم قد إيه يعني يسعد قلبي لما أفكر فيه كتير قوي. في عدد 34 بيقول من الذي يدين؟ المسيح الذي أول حاجة مات، بات بالحري، قام، فين دلوقتي؟ عن يمين الله، بيعمل إيه؟ يشفع فينا. حلوين الأربعة دول؟ المسيح ماله؟ مات، قام، جلس ويشفع فينا. الأربع حاجات دول بيقدمونا أخبار مطمئنة جدا للحاضر والمستقبل. مش عايز أقول خلينا ننسى اللي حاصل في الظروف، وزي ما كنا بنرنم من شوية إن فرحنا مش نابع من الظروف، مش نابع من الأحداث. ليه؟ لأنه جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم إذ كسرت حنطتهم وخمرهم. الناس اللي بيستمدوا فرحهم وسرورهم من الحاجات اللي برة طلع نزلة زي الترمومتر، لكن لأننا بنستمد من حق كتابي واضح وثابت اللي بيحصل سرورا في قلبي أعظم من سرورهم. فرحنا ثابت ودائم زي ما قال الرب يسوع نفسه، كلمتكم كده عشان إيه؟ لكي يثبت فرحكم، لكي يكمل فرحكم. هذا الفرح الكامل والدائم مبني على كلمة الله وابن الله شخصيا. في الأربع حقائق اللي ذكرهم في عدد 34 وهو بيتكلم هنا على إنه من الذي يدين؟ مين الذي يدين؟ مين الدينونة، الإدانة، العقاب؟ في أصعب من اللقاء في جهنم؟ في أصعب؟ لا، الأصعب الموضوع، القضية الكبيرة دي محلولة زي ما بيحكيها كده في عدد 34. المسيح الذي مات. طب احنا عارفين كده، لكن عايز يقول إن قضيتنا محلولة، ضمان حاضرنا ومستقبلنا مبني على الحاجات الأربعة دول. المسيح مات، صورة واضحة جدا لإعلان وبرهان عن محبة الله. فإذا كان بيقول المسيح مات بيتكلم على برهان المحبة، المسيح قام بيتكلم على كمال القوة المسخرة لينا، المسيح جلس عن يمين الله بيتكلم عن سلطان المسيح المسخر لينا إنجاز التعبير. والحاجة الرابعة لما بيقول وهو الآن يعمل إيه؟ يشفع فينا، بيتكلم على اهتمامه وعنايته بكنيسته. كل حق من الحقائق الكتابية دي بتتكلم على برهان بيأكد لينا أنه ضامن الحاضر المستقبل. فإذا مات بيقول المسيح مات بل بالحري قام، مات ده أكبر إعلان. يقول كده ليس لأحد حب، يوحنا في يوحنا 15 عدد 13، ليس لأحد حب أعظم منين؟ من هذا. إيه الحب ده؟ أن يضع أحد نفسه. هل هناك برهان لمحبة أعظم المحبة دي؟ يمكن يجرؤ البعض زي ما قال الرسول بولس، يجرؤ البعض أن يموت لأجل بار، لكن الله بيّن محبته لنا إذ ونحن مات المسيح لأجلنا. كنا أعداء في الفكر وفي الفعل، كنا مرميين على قارعة الطريق، ما نستاهلش المحبة، لكن يقول كده في حسكال 16 مررت بك وإذا زمانك زمان الحب. أكبر برهان واضح إن الله بيحبنا حتى لو شكك إبليس. يجي إبليس يتكلم عن ظروفنا، إزاي ربنا بيحبنا وظروفنا بالشكل ده؟ إزاي ربنا بيحبنا ومش لاقيين، مش عارف نعمل إيه ولا نعمل إيه؟ أكبر برهان للحب إن ربنا بعت لنا كلام حلو. لا، ده إحنا ممكن نبعت شات ونبعت رسائل حلوة تعبر عن المحبة، لكن في حد يقدر يموت عشان التاني؟ لا، ليس لأحد حب أعظم من هذا. إذا الدنيا كلها ما اختبرتش فيها المحبة، لكن يقول هنا المسيح الذي مات
موت المسيح هنا، موت المسيح الكفاري عني. يقول كده في عبرانيين 9 عدد 22 ان هو بدون سفك دم ايه لا تحصل مغفرة. موت المسيح من اجلي كفارة عن خطاياي، زي ما شافه يوحنا كده وهو جاي يتعمد، قال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هو ده اللي شدك يوحنا؟ ايوه ده اللي شده، ده القضية الأساسية بتاعت العالم، بتاعتي وبتاعتك وبتاع كل حد فينا. القضية الأساسية مش الأسعار والفلوس. الناس عندها فلوس بس إيه اللي يحصل يعني؟ مش هو ده الحل. الحل الرئيسي لقضيتنا هي حل قضية خطاياي ومصير الأبدي. عشان كده من الذي يدين؟ المسيح الذي مات. موت المسيح برهان حبه الكامل من أجل كل واحد فينا، موت بديل عني. يقول كده بولس أحبني وعمل إيه؟ وأسلم نفسه لأجلي. إن ما شعرتش بالحب ده، مش إنه بيحب العالم، لا، بيحبك وبيحبك، بيحب كل واحد فينا. أحبني وأسلم نفسه لأجلي، هذه المحبة العظيمة جدا اللي في أروع صورها تظهر في الصليب، أعتقد تشفي أعماقنا، صح؟ تريحنا، تدينا وسط كل الأزمات في حد بيحبنا من غير سبب. هكذا أحب أحببتهم فضلا. حبه ده حب شافي، حب زي ما بتقول الترنيمة كده، بحبه الشافي، بحبه الكافي، بحبه الوافي، أحبنا يسوع، حط نفسه بديل لكل واحد فينا. والبديل مش بس بديل غصب عنه، لا، ده باختياره. ليه سلطان؟ يقول كده في إنجيل يوحنا أصحاح 10، ليه سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها. وأنا أضع نفسي، لما أتكلم عن الراعي الصالح، الراعي الصالح يعمل إيه؟ يبذل نفسه عن الخراف. طب إحنا خراف كويسة؟ أبدا، خراف ضالة. كلنا كغنم منا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا، حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. برهان الحب صليب شخص ربنا يسوع المسيح، أن المسيح مات. من الذي يدين؟ المسيح الذي مات. موت المسيح رفع عننا الدينونة، موت المسيح ستر خطايانا، موت المسيح خلانا في شركة مع الله. موت المسيح مش بس بديل وكفارة، لكن كمان أنشأ هذه العلاقة اللي لا يمكن أبداً يكون في علاقة مع ربنا إلا من خلال يسوع المسيح، فيه، في شخص المسيح. فاللي يستر خطاياك واللي يضمن أبديتك واللي يغفر خطاياك، إحنا مش عايز حاجة تانية. أنا مش عايز حاجة تانية غير هذا الحب الشافي اللي يقدر إن هو يشفي أعماقي. عشان كده لما نتكلم على أي حب أعظم من هذا، انظروا، يقول كده يوحنا، انظروا آية محبة، ده اللي عمله الصليب، انظروا آية محبة أعطانا الآب حتى ندعى ابن ربنا. ابن ربنا وجعان، ابن ربنا وعطشان، ابن ربنا ومحتاج فلوس، ابن ربنا ومش لاقي فلوس المدارس، ابن ربنا ومش عارفين الظروف والأسعار. نفس الكلام اللي قاله إبليس لشخص المسيح في التجربة على الجبل، صح؟ مع كونك ابن الله كل هذه إيه؟ الحجارة أن تصير. مش معقول، مش معقول الابن الوحيد، مش معقول ابن الله اللي من شوية كان في صوت من السماء، السماء اتفتحت وسمع صوت من السماء بيقول هذا هو ايه؟ كان من امتى؟ من 40 يوم، صح؟ قبل التجربة. من 40 يوم كان السماء مفتوحة وروح الله نازل بهيئة جسمية وصوت من السماء ابن الحبيب، ابن الحبيب ده بعد 40 يوم ايه اللي حصل؟ جاع، جاع أخيرا. نفس تجربة إبليس اللي بيجيلها النهاردة، يشككك في أعظم حاجة ممكن تختبرها، في محبة ربنا. ابن الله جائع، ولاد ربنا محتاجين، بنات ربنا عيانين، أولاد الله بيعانوا، بيعانوا. أول حاجة
تيجي في ذهننا ازاي ربنا بيحبنا وبنعاني، ازاي ربنا بيحبنا وبنحتاج، ازاي ربنا بيحبنا. شفتوا بقى العمود الاساسي اللي مسنود عليه كل حياتنا، نفهم محبه ربنا، نقبل محبه ربنا، نعرف ان محبه ربنا لا تعني ابدا انه واحد مش هيعاني، مش هيتعب، مش هيمرض، مش هيحتاج. لكن ابن الله شخصيا، شخص الرب يسوع، عانى وتعب ونام وجاع وعطش، طبعا هو في الجسد. كمال الحب، المسيح الذي مات. لكن عشان ضيق الوقت اروح للحق حقيقة تانية، من الذي يدين؟ عدد 34، خليه دايما قدامنا كده. من الذي يدين؟ المسيح الذي مات بل بالحري قام ايضا. قيامة المسيح مش بس موته بيدينا اعلان عن الحب، لكن قيامته برهان لقوة شخص الرب يسوع المسيح. المسيح ماله؟ قام، زي ما سمعنا من شوية، ليس هو هنا لكنه قام. لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ قوة القيامة هي دي لينا إحنا، لانتصارنا. بولس قال الكلام ده، قال لأعرفه وقيامته، صح؟ لا، بتكلم لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه، متشبها أيضا بموته. لا توجد قوة في الوجود أروع وأعظم من قوة قيامة المسيح. ليه بقى؟ عندنا قوة في العصر الحالي، بنتكلم على القوة العظمى، بنتكلم على القوة النووية، بنتكلم على قوة، بس كل القوة الموجودة حوالينا، سواء كانت قوة الدول أو قوة الأفراد أو حتى اللي موجودة في العلوم والاختراعات، هي قوة مميتة. الشخص الحي يحصل له إيه؟ يموت، يتقتل. لكن قوة المسيح، قوة القيامة، تاخد الميت اللي زيي وتعمل ايه؟ وتقيمه. في فرق؟ بالتأكيد في فرق. لما يقول لأعرفه وقوة قيامته، بيتكلم عن قوة قيامة المسيح اللي لأجلنا احنا. المسيح قام لأجلنا، مات من أجل خطايانا، وما كمان أقيم لأجل ايه؟ لأجل تبريرنا. مش قوة غشمة، لا، دي قوة غلبت الموت. آخر عدو للإنسان، آخر عدو يبطل هو ايه؟ الموت. يقول كده في أعمال الرسل أصحاح 2 وعدد 24، بيقول عن قوة القيامة كلمات جميلة جدا، الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكنا يمسك منه. إذ لم يكن ممكنا، يعني الأمر مستحيل. ليه مستحيل؟ لأنه معطي الحياة ورب الحياة، فيه كانت والحياة كانت، هو بهاء مجد الله ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. أنت مؤمن بكده؟ أنت عارف أنه هو في قوة القيامة برهان لقدرته وقوته المسخرة لأجلك ولأجل كل واحد فينا؟ أنت تعرف وسط ظروفك دي لما يبقى قوة القيامة، يسوع الذي أقام، الله الذي أقام يسوع من الأموات، يقمنا أيضا، يدينا نختبر زي ما قال بولس، أعرف وقوة قيامته وشركة آلامه. بولس لما شاف الأمر ده كتب في كورنثوس 15 عدد 55 الكلمة دي، أين شوكتك؟ أين غلبتك؟ الموت لن يسود علينا. مفيش موت، لا سلطان للموت التاني على أولاد الله. القيامة والانتصار، انتصار المسيح على الموت لينا إحنا، أقامنا معه وأجلسنا معه. أنا عندي مشكلة في الآية دي، هي تحصل ولا حصلت؟ ولا حصلت، صح؟ أقامنا معه، يعني إحنا اختبرنا قوة القيامة، وهنختبر كمان تغيير الأجساد، فداء التبني بتكلم عنه في رومية 8. قامنا معه، أجلسنا معه في السماويات. يعني السماويات، إحنا قاعدين في الأرض، إحنا قاعدين هنا في الأزبكية. السماويات هنا بتيجي بمعنى الأمور السماوية، لما بيقول مصارعاتنا ليست مع لحم ودم بل مع أجداد الشر الروحية. فين إبليس بيحاربنا؟ فين؟
في الأمور السماوية. أجلسنا معه في السماوات، يعني قعدنا تفكيرنا ماله فوق، أشواقنا فوق، أشواقنا وأفكارنا وانتظاراتنا وتوقعاتنا كلها مرتبطة بالأمور السماوية. قوة القيامة، قوة القيامة وانتصار المسيح خلانا إحنا نبقى ماشيين نختبر هذا الانتصار. أعظم من منتصرين، أعظم من منتصرين، لأن إحنا في المسيح. في المسيح زي ما كنا برنم تريمة من شوية، إن إحنا ممكن نقع لكن مش ممكن نكون متروكين، إن إحنا ممكن نضرب لكن مش ممكن ناخد الضربة القاضية زي ما بيقول بولس الرسول. يا متروكين، لا مش متروكين، احنا مش ممكن نكون متروكين للظروف، مش ممكن هناخد الضربه القاضيه فنقع ونخسر الحياه، لا، لكن احنا فيه منتصرين، احنا فيه غالبين، احنا فيه زي ما بتقول الترنيمه غالبين، احنا فيك غالبين. طب ما ليه روح الانهزام الموجوده عند مؤمنين كتير جاي منين روح الانهزام دي؟ عدم الثقه، عدم الثقة. وإحنا بنصلي ما عندناش الثقة، وإحنا بنرنم بنقول كلام، لكن الحقيقة لما بيتكلم عن قوة القيامة، لما نفكر ونختبر ونعيش الأمر ده، تدينا أن إحنا نكون فعلا أعظم من منتصرين. من الذي يدين؟ المسيح الذي مات محبته لينا، المسيح الذي قام قوته لينا كمان، لكن عمل حاجة كمان، الذي هو عن يمين الله، عن يمين الله، جلس عن يمين الله. ايه يمين الله؟ في يمين وفي شمال. الله روح، صح كده؟ اما يعني ايه يمين الله؟ قوه. لما يجي يتكلم عن كلمه يمين الله، جت في العهد الجديد 12 مره، كل مره يتكلم فيها عن يمين، جلس عن يمين، جلس عن يمين العظمة في الأعالي، جلس عن يمين الله، جلس عن يمين أو على العرش. لما بيتكلم هنا عن يمين عرش الله مثلا، هو بيتكلم على سلطان، سلطان المسيح. سلطان المسيح ده لأجلنا إحنا. لما نعرف أن المسيح ليه سلطان، صح؟ سلطان شكله إيه سلطان؟ يقول كده وله على فخذه اسم، سفر الرؤيا مكتوب ايه؟ ملك الملوك رب الارباب. في ترنيمة كده ملك الملوك مسيح ومليكي، ملك الملوك ورب الارباب. اللي قدام الكلمات دي قامت في مره من المرات ملكه بريطانيا خلعت التاج وحطته على الارض، حطيته على الأرض، لأنه هي بتكلم عن ملك الملوك ورب الأرباب. لا يوجد سلطان، لا يوجد سلطة، لا يوجد شخص أو شيء يقدر أنه هو يقف أمام سلطان من له السلطان. فلما يتكلم عن جلس عن يمين الله، بيتكلم عن إجلال وعظمة وإكرام، بيتكلم عن اللي أخلى نفسه أخذا صورة عبد. إيه اللي حصل؟ لذلك رفعه الله وأعطاه اسماً فوق كل اسم، لكي تكسب اسم يسوع كل ركبة في السماء وعلى الأرض تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. عشان كده لما بيقول عن يمين الله، بيتكلم عن مركزية وسلطان ومكانة وإجلال وإكرام لاسم المسيح، لا حدود لهذا السلطان. طيب لما يتكلم عن أنه لا حدود لهذا السلطان، أنه جلس عن يمين الله، أنه في موقع القوة وفي موقع السلطان، حاجة تطمن؟ حاجة تطمن؟ حد بيعرف شويش كده في الشارع بيبقى حاسس انه يعني ماشي في الشارع ماله؟ صح؟ طب انت مش عارف، لا ده انت عارف مين؟ عارفه؟ عايزة مجدا دي، صح؟ ده مش انت عارفه، ده هو عايش فيك، عايش فيا، ماشي معاك، ماشي معاك، ماشي قدامك، زي ما قال جعلت الرب أمامي في كل حين. لكن المسيح فيكم رجاء المجد، المسيح فينا وإحنا فيه في المسيح. قد إيه أمر يطمن؟ أمر يطمن، صح؟ أمر يطمن إن إحنا نعرف إنه جلس عن يمين الله، أمر يطمن إن نعرف إن ليه السلطان،
أمر يطمن إن إحنا مش ماشيين ولا بنتبع خرافات مصنعة. أمر يطمن مش إن إحنا بنتكلم عن كلام وعقيدة وفكر. أمر يطمن إن إحنا بنعرف شخص ليه السلطان على كل الكون. أمر يطمن إن إحنا نعرف إن هو المتسلط في مملكة الناس. أمر يطمن إن نعرف إن قلوب الملوك مالها في جداول المياه. أمر يطمن إن هو يقدر ينزل الأعزاء عن الكراسي ويعمل إيه ويرفع المتضعين. يقدر ان هو يصرف الجياع يشبع الجياع يصرف الاغنياء فارغين. مش قالت كده القديسه العذراء مريم؟ ايوه هو اللي يقدر يعمل يقلب ويغير ويعدل الدنيا، مش يقلب كمان، يغير ويعدل الاوضاع المقلوبه. بس مشكلتك ومشكلتي انا ان احنا دايما مستعجلين صح. من 10 سنين محدش كان فاكر ان الدنيا تتقلب صح. سنة 2013 كنا بيصلوا وكله بيصلي وكله بيصلي خلاص الدنيا اتقلبت. لكن هو يقدر يعدل ويقدر يعدل ويقدر يعدل ويقدر يعدل ويقدر يغير الظروف. هو يغير الأزمنة والأوقات صح، لان دي جعلها في سلطانه. طب التلاميذ بيسألوه بيقولوا له هل في ذلك الوقت مش عارف تعمل ايه؟ ليس لكم ان تعرفوا ايه. هو اللي عارف، هو اللي ليه السلطان، هو اللي محتاج تديله بس القيادة، تديله انه يكون قدام. ايوه سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. تلذذ بالرب. في ناس عايزين نص الآية العكس، يعطيك سؤل قلبك فتيجي ترنم وتصلي وتتلذذ صح. لا هو بيقول حاجة مهمة جدا، مش يعطيك فتتلذذ، لا تلذذ فيعطيك. ليه سلطان؟ ليه السلطان؟ ليه السلطان؟ لأنه جلس عن يمين الله. وهيجي وستنظره كل عين، هيجي ويعلن سلطانه. عشان كده النهاردة وإحنا بنرنم ونصلي انا بقول لكم اخبار مطمئنه، مش الاخبار اللي هي متوقعينها، لكن الاخبار المطمئنه ان المسيح مات مفيش حد بيحبنا زيه. الاخبار المطمئنه ان المسيح قام، قوته برهان واعلان واضح جدا انه اقوى عدو انتصر عليه. المسيح جلس سلطانه بلا حدود، ولان سلطانه بلا حدود اعتقد انه لا شيء يسود علينا، بما ان احنا ضامنين الابد، ضامنين حياتنا معاه. لكن كمان طبعا لما بقول المسيح ليه سلطان وان هو ملك الملوك، لما امريكا بيكون عندها مواطن امريكي مقبوض عليه في ايران تتقلب الدنيا كلها صح؟ ليه؟ رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، ما احترمنا لكل الدول يعني صح؟ وإحنا رعاية مين؟ شعبه وغنم مرعاه. نحن شعبه وغنم مرعاه، إحنا رعاياه، إحنا تبعه. طب لما إحنا تبعه يفرط فينا كده؟ لأ، إذا كان هو ملك الملوك ورب الأرباب اللي يعزينا إن إحنا شعبه وغنم مرعاه، اللي يعزينا إن إحنا رعايا ملك الملوك ورب الأرباب، اللي يعزينا إنه الرب ساهر على شعبه. من يمسكم؟ شعور رؤوسكم بجد؟ مين مصدق في الأمر ده؟ مصدقين إن الرب عارف؟ وإن الرب شايف، وإن الرب حاسس، وإن الرب ناظر، وإن الرب شاعر، وإن الرب قادر، أيوة، وإن الرب صالح، أيوة. هو ليه السلطان؟ معظم المشاكل لما يبقى في حد تعبان، حد عيان، حد في مشكلة، بقول دايما خلينا نفكر في 3 حاجات. الله قادر، تؤمن أن الله قادر؟ أيوة. الله محب؟ الله حكيم؟ أيوة.
قادر فتقول لي يشفيني، يقول لي لا، بس من الحكمة يسيب المرض ويشفي روحي، أو من الحكمة أني أكون عنده شفاء كامل. هو صالح، أيوة، هو محب، أيوة، هو قادر، أيوة، لكن هو حكيم في نفس الوقت، اللي شايف الظروف وشايف التوقيت حسب التوقيت الخاص به يشفي ويتدخل ويحل ويسند ويشجع. من الذي يدين؟ خدها بقى أول حاجة. مين؟ المسيح الذي مات، أدي الحب. قام، أدي القوة. جلس، أدي السلطان. رابع حاجة وآخر حاجة، الذي هو يعمل إيه؟ يشفع فينا. أكبر برهان على أن المسيح معين ومعونته متاحة لينا أن المسيح شفعنا، شفعنا، شفعنا الوحيد، صح؟ لما نتكلم عن شفاعة المسيح، احنا شفنا محبته في الموت، وشفنا قوته في القيامة، شفنا سلطانه في جلوسه عن يمين الله، لكن دلوقتي بنشوف معونته الكاملة المسخرة لينا، المعونة اللي تعين في التوقيت المناسب، صح؟ يقول كده: نتقدم بثقة إلى عرش لكي بعدين. على فكرة الآية دي جميلة جدا، بنقولها وحلوة قوي، بس بننسى أهم لفظ في الآية دي: نعمة وعونا أهم حاجة في حينه. إيه مشكلتنا؟ مشكلة العصر كله النهاردة إن كل حاجة فاست فود، زي الفاست فود، كل حاجة بسرعة، كل حاجة في كبسولة. إحنا عارفين إن هو بيعين، إحنا عارفين إن هو رحيم، إحنا عارفين إن نعمته متاحة لينا، إحنا عارفين إن هو متاح لينا، بس المشكلة الأساسية في حينه. نجد نعمة عونا في حينه. يا رب ادينا إن إحنا نعرف توقيتاتك، نعرف أنه أيوة في وقته يسرع به، نعرف أنه الله لا يتأخر، الله لا يتأخر أبدا. وفي نفس الوقت برضو بيعمل كل شيء زي ما قال عنه كده في مرقس 7 آخر آية: كان يعمل كل شيء حسنا. عشان كده لما بيقول يشفع فينا، يشفع فينا، كلمة يشفع هنا جاية بمعاني جميلة جدا جدا. لما ترجعوا لللفظ هنا جاية بمعنى يعين. يشفع فينا يعني يعنا. مين المعين؟ هو يشجعنا، يعزينا، يرسل ضعفتنا. ليس لنا رئيس كهنة غير قادر، لكن مين اللي يقدر يرسل ضعفتنا؟ مين اللي ممكن نسمع منه كلام حلو وعمل حلو في نفس الوقت يرسل ضعفتنا، يدافع عننا، يدافع عننا؟ أيوة، لدرجة إن لما حد مد إيده لأولاده قال له: شاول شاول، أنا مش بضطهدك، أنا بضطهد مين؟ ولادك، بس أنت بتضطهدني. صعب عليك أن ترفس مناخس. يشفع فينا، بيحامي عننا. الرب يحامي، الرب يحامي عني. بالمناسبة نفس الكلام المستخدم عن الروح القدس: يعين ويرسي، يعني يدافع ويحامي ويعزي ويشجع. إيه ده؟ هو مش هو مختلف عن الروح القدس؟ ما هو الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس. أو بالظبط، بالظبط كده، نفس الألفاظ المستعملة: مسيح شفعنا، الروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، زي ما بيقول في روميا نفس الأصحاح اللي أنا قريته من شوية. رب مجد، شخص رب يسوع المسيح بيشفع فينا، بيعين ضعفنا، بيرفعنا من سقطاتنا. في يوحنا الأولى أصح 2 وعدد 21 كده بيقول: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع. عند مين؟ عند الآب يسوع المسيح البار، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. لنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، يعدل صلواتنا
ويشفع ويقود ويرفع هو شخص الرب يسوع المسيح. معونته متاحة لينا في التوقيت المناسب، يشفع فينا ويصلي فينا بروحه، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، لكن الروح نفسه بيعمل إيه؟ يعدل صلواتنا، يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. أنا قلت لكم في بداية كلامي أخبار مطمئنة، صح؟ إيه المطمئن في الكلام اللي أنا قلته ده؟ المطمئن في اللي أنا قلته ده إنه متاح لينا. لما حد معاه كده فيزا كارد يحط لها سقف كده 10,000 جنيه 20,000، ربنا يفتح ليكم كده وتبقى السقف بتاع الفيزا أعلى شوية. لكن هنا الموضوع ما فيش سقف، صح؟ لما اتكلم عن محبة ربنا سقف المحبة يوصل لفين؟ تخيلوا سقف المحبة يوصل لفين؟ في رومية 8 أرينا آية مهمة جدا، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا 50% من الأشياء، صح؟ كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ السقف ماله؟ بلا سقف كده مفتوح. يهبنا معه كل شيء، يهبنا معه يعني في المسيح، في ضمان الحب هنا، برهان المحبة في موت المسيح، بما أنه لم يشفق على ابنه بل بذله لنا أجمعين، يبقى عطانا الغالي مش هيبخل علينا بالرخيص. سقف المحبة ماله؟ بلا حدود. متاح لنا محبته؟ أيوة متاح. متاح لنا قوته؟ أيوة، لأنه هو أقام وأقامنا معه. متاح لنا سلطانه؟ طب لما نبقى تحت المظلة، إذا خرجنا بنفسنا كده نعمل زي الخروف الضال كده اللي حصل فيه، صح؟ سلطانه، طول ما احنا تحت سلطانه، تحت مظلة حمايته، مفيش حد يمسكم. متاح لنا معونته؟ ايوة، لان هو ايه؟ يشفع فينا. طب اذا كانت المعونة متاحة والقوة متاحة والسلطان متاح والمحبة متاحة دي، احنا عايزين ايه تاني؟ عايزين ايه تاني؟ ايه المطلوب؟ ايه اللي محتاجينه عشان يطيب قلوبنا؟ ايه اللي محتاجينه عشان يعزينا؟ عايزين حاجة تانية؟ مش عايزين حاجة تانية. مش حاجة تطمن؟ تيجي نرنم الكلمات دي؟ تعالوا نرنم الكلمات دي بعدها نصلي. تطمني. تعالوا نقف مع بعض ونرنم الكلمات دي. مش حاجة تطمن؟ طبعا طبعا متطمن. والخير؟ ليه الخير متأمن؟ متأمن لأنه ليه السلطان، متأمن لأنه مات، متأمن لأنه قام، متأمن لأنه جلس عن يمين القوة في الأعالي. حاجة تطمننا أن احنا نبص عليه، الحق الكتابي اللي يطمن، الحق الكتابي اللي يشجع، الحق الكتابي اللي يخلينا وإحنا ماشيين في العالم خلاص احنا مكتفين بيه، هو كفايتنا، هو اللي ادينا أن احنا نقول له بس أنت كفاية يا رب، مش محتاج حاجة تانية، مش محتاج أكتر منك، كل احتياجي أنت، احتياجي أنت وكفايتي أنت، مفيش حاجة تانية أزيد منك. تعالوا نرنم الكلمات دي وإحنا في روح الصلاة. الله بيدعمني ويسندني وفي وقت الأزمة
شكرا ليك لانك بتطمنا انك جالس على العرش وان ليك السلطان. شكرا ليك لانك بتطمن قلوبنا وسط ظروف صعبه، لكننا ندرك اللي معانا سيد الاكوان. احنا مش وحدنا، لكنك تسير برفقتنا بل تحيا فينا. شكرا ليك لاجل كل كلمتك المطمئنه حقك يا رب، اجعل حقك فينا يا رب. ادينا فعلا نختبر حبك، نختبر قوة قيامتك ونخضع لسلطانك يا رب. دينا فعلا عينينا تتفتح على المعونة المتاحة لينا لأنك تشفع فينا في كل حين. افتح عينينا على حضورك، افتح عينينا على قوتك، على قدرتك، افتح عينينا على شخصك ملك الملوك ورب الأرباب. وسط كل الظروف يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. بارك كل نفس أمامك الآن في اسم المسيح. حقيقي في دور الرسالة دي أنا بشكر رب لأجلك يا حضرة أسيس راضي، يعني حقيقة عن حي الرب لأجل هذه الكلمات مشجعة والمباركة. ربنا يستخدمك ويباركك في كل مكان في اسم يسوع. قبل ما يكون لنا ترنيمة نسبح بيها ونفرح في دور الرسالة، كمان عندنا طلبتين صلاة يعني بوجه عاجل. الطلبة الأولى احنا نصلي لأجل قدس أبونا سمعان الخراس. أبونا سمعان أنتوا عارفين هو دلوقتي في المستشفى، بس هو أبونا سمعان مازال موجود عشان في إشاعات طلعت بالأمس، لكن هو مازال موجود. إن كانت الحالة صعبة لكن هو يقدر، هو يقدر. وهذا الرجل، هذا الرجل رجل عظيم جدا، رجل عظيم جدا جدا. أبونا سمعان الخراز واحد من رجال الله اللي رب استخدمهم، استخدمهم لتغيير مسار وطبيعة منطقة كاملة، منطقة كاملة. حي احنا محتاجين نصلي لأبونا سمعان. الأمر الثاني، احنا عندنا أخت في الكنيسة بس لا داعي لذكر الاسم، هي يوم السبت بكرة، بكرة السبت رايحة تعمل عملية كبيرة في المخ. وهي قالت لي أسيس رغم أن العملية صعبة والموضوع صعب
والجزء من المخ حساس اللي هتتعمل فيه العملية، بس أنا مصدقة في صلاة الكنيسة، ومصدقة أن أستاذ وجراح المخ اللي هيفتح ده، وده من أصعب الحتت اللي بيعملوا فيها عمليات، أنا مصدقة أنه هيكون تحت سلطان الله اللي كان الأسيس راضي بيتكلم عنه. أمين؟ أمين. معرفش قبل ما نقول ترنيمة تسبيح، هل غلاسة مني لو قلت نقف نصلي الطلبتين دول؟ نقف ونصلي لأجل أبونا سمعان ولأجل الأخت اللي محتاجة صلاة دي في اسم يسوع، في اسم يسوع. تعالوا نقف على رجلينا ونصلي لأجل الطلبتين دول. قل له أبونا سمعان وطنط اللي هتعمل عملية بكرة في المخ في اسم يسوع. تعالوا نطلب الرب، تعالوا نطلب الرب. زور أبونا سمعان دلوقتي، زوروا في العناية المركزة دلوقتي، زوروا من فضلك، زوروا ولمس جسد ولمسة شافية حانية من عندك. هو حبيبك، هو ابنك، هو خادمك اللي انت استخدمته لسنوات طويلة. بين ايديك أبونا سمعان يا رب في اسم يسوع، ردد يمينك على جسده بلمسة شافية حانية من عندك يا سيد. هاليلويا هاليلويا يا رب. أنا بعلن سلطانك على العملية بكرة، أنا بعلن سلطانك على العملية بكرة يا رب. طنط اللي طلب عملية يا رب، طنط اللي هتعمل العملية في المخ بكرة في اسم يسوع. وهي بتصلي معانا دلوقتي وهي قدام الشاشات، اتحدي معانا واطلبيه وقولي له أنت قادر، أنت تقدر، اطمني ما تخافيش، هو معاكي، هو معاكي، هو يسوع، هو يسوع الحي القادر على كل شيء. يا رب كمل معاها في اسم يسوع، والمس جسدها وكمل عمليتها بنجاح يا سيد. احنا واثقين فيك يا رب. انا بصلي لاجل طنط في السن المتقدم ده، انت امسك ايد الطبيب، انت اعمل العملية، انت اضمن السلامة والشفاء في اسم يسوع. وكل مخاوف، كل مخاوف أنت تبددها يا سيد، أنت تبددها يا سيد، وتعظم عملك معاها ولأجلها يا سيد. صلوا لها يا شعب الرب، صلوا لها من فضلكم. ملك الملوك، يلا نعلن عظمته، يلا نعلن عظمته، يلا نعلن سيادته، يلا قول زي ما كان بيقول أسيس راضي، ملك الملوك وسيد أسياد. شاور عليه، شاور عليه دلوقتي، كل القدرة فيك يا الله، انت الإله وعندك كل الحكمة، ملك الملوك، ملك الملوك.